يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي متبعا سياسة الأرض المحروقة بغاراته المستمرة على الأحياء السكنية بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها كيان الاحتلال في معركة طوفان الأقصى. غارات جوية عنيفة من طائرات الاحتلال يتعرض لها قطاع غزة بشكل همجي غير مسبوق، دمرت أبراجا سكنية ومنازل إلى جانب مقرات حكومية ومؤسسات تعليمية. الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي في غزة استقبلت خلال الساعات الأخيرة عشرات الإصابات معظمها من الأطفال والنساء نتيجة القصف العنيف. وزارة الصحة في غزة أكدت استنفاد أسرة المستشفيات وقرب نفاد الأدوية والاحتياجات الطبية العاجلة. المسعفون وسيارات الإسعاف لم يسلموا كذلك من همجيات الاحتلال الذي استهدف بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في منطقة أبراج الندى بغزة، ما أدى لمقتل 4 مسعفين. العدوان أسفر حتى اليوم عن مئات القتلى وآلاف المصابين من المدنيين، ناهيك عن مقتل وإصابة عشرات الصحفيين بحسب وزارة الصحة. جرائم الاحتلال تسببت كذلك بحسب الأمم المتحدة بنزوح عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع المحاصر. ثلثان نازحين لجأوا إلى مدارس تديرها الأونروا، في حين لجأ ما يقرب من 15,000 شخص إلى المدارس الحكومية. وتسبب القصف العنيف بتدمير الآلاف وتضرر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في القطاع، ناهيك عن تضرر البنية التحتية بنسبة كبيرة. لم يكتفي الاحتلال بكل هذا، فلجأ إلى حصار خانق وخلق أزمة إنسانية عميقة في غزة بهدف ابتزاز المقاومة لتسليم أسرى الاحتلال لديها، بقطعه الكهرباء والماء والوقود والطعام عن القطاع. لكن الحصار مهما اشتد تؤكد المقاومة أنه لن يكون طريقا لكسر إرادة أهل غزة.